بسم الله. اليوم 26/6/2022. المكان يسمى وقيتين بوادي وريكا بالأطلس الكبير. المياه عذبة تجري بشكل رائع، أماكن مريحة للجلوس والاستجمام، مناظر رائعة وسط الجبال الشاهقة. تحركوا باش نوريكم الصورة أكثر متحركة. شكل رائع رائع. الروعة، يا سلام. المياه عذبة، أماكن فاسحة ومريحة. أحبابكم هنا جيتم. ثم هنا جليسات صغيرة اللي بغيت يدخل يسجل فيها، صغيرة للراحة والاستجمام. أما الطواجي الشاي أشكاله وأنواعه مع الشب، سي عبد الرحيم حطني هنا. انا كنسجلك هنا باش ديرك في القناه ديال اجنيا. اش غتقول للكليان ديالك؟ انا سجلت المكان من مرحبا بهم. إيه؟ باش يجي يتغدى هنايا ولا شي حاجه. اماكن مريحه فعلا، مريحه. في ريشات حدا الماء في العم والدراري. ايه توجنا تهيا نشوف الطواجن. سي عبد الرحيم معروف هنا منذ القديم، كنجيو عندو حنا والعائله صراحه. الروعه بمكان ونقاء ونقاء عنده كل شيء. طيب في نهارو كيطيب في نهارو، ما كاينش عندوش حاجه اللي كتبات. لا كل شيء بالنهار بنهارو. اييه شتيت تبارك الله خيرات. اييه او السيد تبارك الله، يعني هو غير كلمته كترحب توكلك واخا ما تبغي تاكل. الله يعزك ويعزك. مرحبا. الناس كيجيو عندنا من دار بيضام. اي نعم 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 نعم، الاماكن مريحه وشافوا المسائل كيفاش دايره. ان شاء الله الى منظر اخر. انتم شفتوا هذا ان شاء الله بخير وعلى خير.